جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن السبحة، ولا سيما إذا كان الإنسان قد أدى الباقيات الصالحات بأصابعه. السبحة إن كان الإنسان يتخذها من باب المباح يعد بها التسبيحات كما يعدها بالحصى أو بالأصابع، ولا يعتقد أن للسبحة فضيلة، فهذا من الأمور المباحة. أما إذا كان يأخذ السبحة يظن أن فيها فضيلة، وأن كما هو عند الصوفية يعتقدون أن السبحة شعار للعبادة، ويحملون السباح معهم في أعناقهم ويلازمونها، يعتقدون أن هذا من الطاعة، فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أما التسبيح بالأصابع، التسبيح بالحصى، التسبيح بخرزات السبحة، فلا بأس به، وإن كان التسبيح بالأصابع أفضل، لأنه يستعمل أعضاءه في طاعة الله عز وجل، أفضل من التسبيح بالحصى وأفضل من التسبيح بالسبحة.